طيب نروح بقى لمسرحية اللوكاندا. مسرحية اللوكاندا هو طبعا تعاونت مع الفنان أشرف عبد الباقي من نجوم مسرح مصر. طبعا نزيد نعرف بقى تفاصيل العمل. طيب هو كمان يعتبر أول سيت كوم في مصر تقريبا مسرحي. أول سيت كوم مسرحي. ده جديد من نوعه يدخل مصر. هو العلاقة طبعا ابتدت مع أستاذ أشرف إن إحنا في السيزون الخامس والسادس مسرح مصر كنا بنكتب مسرحيات دي مختلفة عن دي. هو أستاذ أشرف جابنا كلمنا يعني قال لنا إحنا عايزين نعمل مسرحية طويلة لربيع وأسقص طبعا وبعض النجوم اللي موجودة. مسرحية طويلة بمعنى إن هي مسرحية فصلين غير البنى بتاع مسرح مصر اللي كان بيعتمد على سكتشات معينة وفكرة واحدة وكده. فقعدنا نعمل جلسات عمل، كان عندنا فكرة إن إحنا عايزين نعمل حاجة جديدة نستغل فيها الضحك بتاعهم بس في إطار شويه سسبنس يشوق الناس، الناس تبقى قاعده فيبقى في مسرحيه طويله كده الناس تخرج منها في معلومه او في كونسبت معين غير مسرح مصر. ابتدينا نشتغل نطور الفكره مع استاذ اشرف وربيع واسس، وبعد كده بقى حصل وجود استاذ سليمان عيد وطاهر ابو ليلى وكذا حد موجود يعني بصراحه خلينا المسرحيه كويسه بس الحمد لله. طب احمد العرض بتاع المسرحيه دي يومي ولا برضو يعني كل اسبوع ولا لا؟ خميس جمعه سبت. خميس جمعة سبت.